معنا هاتفيا من اسطنبول متخصص في الشأن التركي سيد معين النعيم، مرحبا بك. إذا وصلت اليوم الأجزاء الأولى لمنظومة الدفاع الجوية الروسية المتطورة S-400، كيف ترى إتمام هذه الصفقة بعد الجدل بشأنها؟ واضح أن تركيا استطاعت أن تستخدم أوراق مفاوضات على الطاولة والحوار مع واشنطن، استطاعت أن تنجز في هذه الصفقة الهامة والتي تعتبر نقطة تحول رئيسية في كلا الواقعين السياسي والعسكري التركي في المنطقة. واضح أن تركيا أيضا لم تعد الدولة التي يمكن أن تجبر على اتخاذ قرارات بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة دون الاهتمام بمصالحها. النقطة الأخيرة، هذه الصفقة وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بين خيارين أحلاهما مر، إما القبول والتوافق مع تركيا، طبعا هناك قد تكون هناك بعض الشروط والتوافقات التي تمت غير المعلن، لكن في عموم الأمر تقبل الولايات المتحدة الأمريكية لشراء تركيا لهذه المنظومة، أو الدخول في مواجهة مع تركيا مما سيدفع يعني هنا سيد معين دفعا نحو البلوك أو المربع الروسي. اسمح لي أن نستشهد بوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، الذي صرح بأن موقف بلاده لم يتغير من صفقة الصواريخ الروسية لتركيا. إذا كان الملف لا زال مفتوحا، ما تفسيرك لتصريح ترامب في قمة العشرين بشأن هذه الصفقة؟ هو الوزير بالوكالة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية أيضا قال أن أيضا موقع تركيا لم يتغير في منظومة في مجموعة الدول المصنعة للطائرات F-35. يبدو أن الإعلان كان، وحتى اللحظة ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية حذرة في تصريحاتها وإعلاناتها للمسؤولين الأمريكيين. تصريحات ترامب كانت تمهيدا أعتقد لهذه الصفقة، حيث أنها أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لقناعات أن الصفقة وأن تركيا ستنفذ الصفقة، فلم ترد أن تكون الأمور عبارة عن مواجهة صفرية إما كل شيء أو لا شيء. فأعتقد أن تركيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تأمل في أن تحصل على بعض المكتسبات أو بعض المكاسب في المفاوضات أو في الحوار مع تركيا في بعض الملفات الأخرى، وعلى رأس الملف الإيراني كما تعلمون. فتركيا إن لم تكن ضمن المجموعة الموافقة والمتوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على المواجهة مع إيران، خاصة المواجهة الاقتصادية، ستضعف هذه المواجهة، حيث أن تركيا هي التي كانت شريك رئيسي في تمرير كميات كبيرة من البترول الإيراني والأموال لإيران خلال السنوات التي سبقت، حين كانت هناك مواجهة أمريكية إيرانية اقتصادية. طيب، يعني إلى أي مدى يمكن أن يفتح الباب أمام احتمال فرض عقوبات أمريكية على تركيا، أم أن هذا الباب قد أغلق؟ يعني على الأقل يمكن نقول أن هذا الباب أصبح أبعد كثيراً عن مما كان عليه سابقا، لكن مع الأسف العقلية المتقلبة للرئيس الأمريكي ترامب تفتح المجال لأي احتمال، لكن على الأقل في المنظور المنطقي والعقلاني للسياسات الدولية أعتقد أن موضوع العقوبات ضد تركيا أصبح أبعد كثيرا مما كان عليه سابقا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقبلت على الأقل حصول تركيا على هذه المنظومة بعد أن فشلت في إقناعها بالعدول عن ذلك، خاصة وأن تركيا أيضا لم تغلق الباب أمام شراء منظومة الباتريوت، وهذا ما وضع تركيا الولايات المتحدة الأمريكية في حرج كبير، حيث أن تركيا قالت جيد نحن مستعدون لشراء الباتريوت، إن سلمتنا الباتريوت نتراجع، أو حتى الآن بعد شراء مجموعة من بطاريات S-400 أيضا نحن مستعدون لشراء مجموعة من بطاريات الباتريوت الأمريكية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، متخصص في الشأن التركي سيد معين نعيم.